كل شارع وكل ركن في مصر ليه تاريخ وليه حكاية وليه سر. ومن ضمن الشوارع دي شارع المعز لدين الله الفاطمي، اللي كل مبنى فيه شايل تاريخ أكبر من تاريخ بلاد كتير في الدنيا. لو تمشيت لحد آخر شارع قبل باب الفتوح على طول، هتلاقي على يمينك ضريح صغير ليه قبة خضرة في ركن ضيق في نهاية الشارع. مكتوب على الضريح بخط منمق: ضريح العارف بالله سيدي الذوق. سيدي الذوق، الذوق، خلي عندك ذوق. الحكاية بتبدأ من مثل شعبي قديم، المثل بيقول الذوق ما خرجش من مصر. لما هتسمع المثل ده أول معنى هيجي على بالك إن المقصود إن مصر بلد أهلها عندهم ذوق وبيتصرفوا بالأصول والأخلاق، وده كلام حقيقي وأكيد ومنطقي ومقبول جدا قوي خالص. لكن مش ده التفسير الوحيد. في حكاية شعبية منتشرة بين سكان شارع المعز بتقول إن زمان أيام المماليك كان بيسكن في الشارع واحد اسمه حسن المغربي، بيقال إنه جاي من المغرب. حسن المغربي كان راجل محترم وعارف الأصول لدرجة إن الناس بدأت تقول عنه حسن الذوق. بعض الحكايات بتقول إنه كان تاجر أمين، وحكايات تانية بتقول إنه كان فتو عادل، وحكايات تالتة بتقول إنه كان ولي من أولياء الله الصالحين. وكأن تجميعة الحكايات كلها هدفها تنسج لحسن الذوق صورة يكون فيها حائز على مفاتيح السلطة التلاتة في أي مجتمع قديم: المال والقوة والدين. عاش حسن الذوق بين الناس بيحكم بالعدل والناس بترضى بحكمه، كأنه نموذج للمستبد العادل اللي الناس بتحلم بيه. لكن زي كل الحكايات، مش معقول الوقت الحلو يستمر، لازم في كل حكاية تحصل أزمة. الأزمة كانت في يوم حصلت خناقة كبيرة في الحي بين الفتوات، وتوسعت الخناقة وكبرت، ولما حسن الذوق حاول يتدخل علشان ينهي الموضوع بالحسنى، حصل إنه الأول مرة مساعي المستبد العادل تفشل، والأول مرة هبته تتكسر في الحتة، والفتوات رفضوا يحلوا الموضوع بالذوق وعلى طريقة الذوق، لدرجة إن الخبر وصل للوالي في القلعة اللي أمر إن كل الفتوات يتقبض عليهم ويتحطوا في السجن. طبعاً إحساس إنك تبقى كبير الحتة والحكم يخرج من إيدك كان فيه إهانة كبيرة للذوق، اللي حس إن ما عادش إن ليه مكان في مصر، فقرر إنه يسيبها ويهاجر. دراما الحكاية بتقول إن الذوق مشي لحد ما وصل عند باب الفتوح اللي لو عديته تبقى خرجت من القاهرة، لكن أول ما وصل عند البوابة طب ساكت. مات الذوق قبل ما يخرج من مصر، لأنه عز عليه إنه يسيب البلد، وفي نفس الوقت عز عليه إنه يعيش فيها مهان، فمات على الخط الواصل بينهم. وفضل سؤال ما حدش فكر في إجابته: كان هيحصل إيه للبلد لو الذوق خرج من مصر؟